السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير عين تالس. اليوم الحصة تاعنا وهي رامي بن سبعيني، وين يثير إحباط مدربه في ناديه. احنا قبل نبداو ابونوا معنا في قناة شوبير عين تالس، بارطاجونا الفيديو، ديرونا جيم لي كومونتير. قبل لا نبداو كنا نقولوا يا ودي لازم لنا الوفره. كاين اللي يقول لك هذا شوبير يكره ليكيب ناسيونال باش يجيبوا لعابه في طول. يا ودي تربع غادي كون تجي تعرف البوله تعرفش انا نهضروا. كي نقول بلي على الاقل يقول لك 40 لعاب واجده باش تلعب كاليفيكاسيون كوب دي موند، وتلعب كاليفيكاسيون كوب دافريك، وتلعب خاطش انت ما تقولش بلي بيلعبوا غير كاليفيكاسيون يلعبوا كوب. يا ودي والانديه تاعهم هاو كل في السيمانه يلعب دو ماتش، انتك مهبول ولا مالك؟ برمجه جهنميه. راك تشوف كاليفيكاسيون كوب دي مود ما يديروها في كل شغل دوره، في 3 شهور تكمل كلش يكمل. كنا نقعدوا عامين باش نكملوا كاليفيكاسيون كوب دي مود، ضروك بيديرها لك في دوره. الا الجوال كانوا مبليسي لك راح. على هذيك نقولوا يا ودي ضخ دماء، ورانا روطار تاع ضخ دماء. نورمالمون 2019 نورمالمون اللعابه كان اللي راه متاقلم وراه يلعب جاي فوقيس، وخليه لازم تكون عندك عقليه تاع الذيب، جيبه حطه كاشي له وخليه يروح، نهار اللي تحتاجه جيبه. كيما صرات بن ناصر صرات بصح اخويا ولمن بيت حضر كاع ولاو علماء. الطب نفسي كنت تدي الباك سلم عليا واسمح في هذه البلاد. بكري كانت تريز باش تكحل عليه 13 تجيب 11 تبكي عند كرعين الشيخ. دروك نفسي كنت سلموا واسمح قاعد لك في قهوه يعاين لك يهدر لك على 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 التلقيح. شابه يدير ولد عمي على هذيك على هذيك على هذيك ناس تغلوا الوضعيه عرفوا كيفاش يلعبوا لكم. رامي بن سبعيني يثير احباط المدرب، وان تسيطر حاله من الاستياء الشديد على الجهاز الفني للفريق الالماني بسبب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. واعرب المدرب الجديد لنادي الالماني عن استيائه الشديد من وضعيه التي يمر بها بن سبعيني بعد الاصابه الاخيره التي تعرض لها منذ يومين. كيكما صاو يتنابحوا عليه اصحاب الرابط خاوتي خواتاتي، بن سبعيني قلع قراوه قلعوا له دراجه. وتحدث المدرب النمساوي بخصوص بطل افريقيا لوسائل الاعلام الالمانيه قائلا: الامر مزعج حقا بالنسبه لي، من المؤسف ان نفقد خدمات لعاب مهم للغايه في خطه الفريق خلال هذه الفتره الحرجه مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد. وتطرق خليفة ماركو روز عن موعد عودة الظهير الأيسر للعشب الأخضر بقوله: لا يوجد تاريخ محدد، كل شيء مرتبط بتجاوب اللعاب مع العلاج الذي تلقاه حاليا. نحن الآن في مرحلة المراقبة، ويعاني صاحب 26 سنة من إصابة على مستوى العضلات الفخذ أجبرته على البقاء بعيد عن التشكيلة فولهام، يعني وعن تحضيرات الموسم الجديد في أسوأ خبر بالنسبة له. وكان بن سبعيني يسعى للدخول في الأجواء المنافسة بكل قوة، وما ثم تغيير الأجواء صوب فريق كبير خلال هذه أودي شنقول لك أنت تاع اليوتيوب، أنت يا تاع خاوتي خواتاتي جايبين أمور اللعابة بيروح روما، بيروح جوفنتيس، بيروح للميلون، بيروح لبايرن ميونخ، بيروح مانشستر، بيروح عندي هرتوها ولد عمي، يا هرتوها يا ولد عمي. هذا ما راكمش تعينوا بعينيكم، راكم تعينوا بلسانتكم.